التليفون للشرطة. حاضر 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 حاضر. الو الو الشرطه، الو اجو بيفي مدير هاد الشركه وجدناه ميت يا شمال برصاص. لا يا سيدي حتى واحد ما مس حاجه. العنوان 34 شارع البان. نعم يا سيدي كل متهني. ايوه ايش عملتوا في المنزل اللي كلفتكم بها؟ مسألة الوصل في التحقيق. ولكن دير ماذا بالكم يعني فريوها في اقرب وقت ممكن. ولكن حتى احنا رانا نعملوا مجهودنا. اسمح لي سيد المحافظ انا بلغ لك. لا انا اخبر موت مدير شركه وكاله الاملاك. راه شو هذا المنزل؟ او العنوان في هذه الورقه. عليك. ورانا نجتمع بعد الجو. اللقاء. اللقاء. وعليكم السلام. كنت اسمه مراد حامد. اهلا وسهلا. شرف يا سيدي. شكون السادات؟ انا رئيس العمال ونسيب المرحوم سي كمال شوشر الطبق. صحيح يا سيدي. من هو منكم اللي عملنا تليفون قبل هذا؟ انا يا سيدي. من ضمن اللي احترمت الاوامر وما مسيت. نعم يا سيدي نعم حتى واحد ما مس الميت ولا قرب لي. حسنا. شكون اللي اكتشف الميت وعلى شحال الساعة اكتشفته؟ حفيدتي كريمة يعني بنت الفقيد نفسه. حوالي الستة وسبعة وعشرين دقيقة. حفيدتك وين راهي الان؟ راهي غير هنا في المكتب نتاعي. مسكينة أثرت فيها بزاف في المصيبة اللي وقعت لباباها. معلوم. روح قل لها تجي. وعلى كل حال ما نفضاش عليها ما نطولش عليها. طيب حاضر حاضر. كون متحقة يا أنستي باللي رانا نشاركك في الحزن ديالك في هذا الموقع المؤلمة، ولكن يتلزم عليا الحال نلقى عليك بعض الأسئلة. راكي مستعدة للجواب؟ نعم سيد المفتش. على كل حال ما راحش نطول عليك. قولي لي أنستي الوضعية اللي
اللي راح فيها بابك الآن هي نفس الوضعية اللي وجدت فيها لما دخلت إلى المكتب. نعم سيدي المفتش، لكن علاش؟ علاش انتحر؟ ظني وأنا باباك انتحر؟ لكن علاش؟ علاش؟ أيوة في هذاك يا أنستي، الآن ما بقى لي حتى سؤال نلقي عليك، تقدر تروح تريح. شكرا، تفضلي. وأنتم يا سادة تقدر تروح لأعمالكم ومن بعد اللي احتجناكم نعيدوكم. شكرا صح. حميد اتصل بالمركز وشوف اعمل لازمة. حاضر. الو عبد القادر. نعم صح، انا في 34 نهج البان ونسات الجريمة هذيك. بعثنا سيارة الإسعاف والمصور، تعرف لازم تعرف الخدمة على كل حال. صح صح. ما كان حتى شيء. الآن تظلم. من غير هذا الباب الخاص للعمل. في أيضا زوج مكاتب. المكتب الثاني لما؟ ربما نفحة من نفحات المدير. غريبة، زوج مكاتب في بيت واحد. زوج بطاقات سفر بالطائرة الرومان. مجرم من قوة الذكاء متاعه وحسن عمله الإجرامي، ما راهوش رايح يخلينا الجرة اللي تخلينا نكشفوه. ولكن لو كان حقيقة الميت انتحر كما راهم يظنوا أهل القضية تفرا وإحنا تهنينا، قال فلان انتحر وخلاص، وأنت تروح هكذاك لدارك تريح مع أولادك تكيف قارو قدام التلفزيون وسلام. نشكرك يا سيدي. أياك فما تمسخير حميدية. قل لي ما صبت والو في هاد الكواغط هادو كامل؟ والو حتى شيء. حتى شيء مهم. إلا بعض صور متاع المرحوم يلعب فيها في كرة التنس. أنا هذا اللعب ما نفهم فيه والو. انظر يدو شمال متنير الوراء علامة التوازن الجسمي، ويدو اليمين هي وحدة تضرب في الكرة. شوف شوف ديك الخفة متاع الجسم. يكفي يكفي يا صديقي، ما راناش هنا باش ناخدو الدرس في لعب كرة التنس، ولكن باش نحل عقدة غامضة. على حسابي انا هذا الشخص يظهر على وجهه كان يحب الحياة بكثرة. راني متحقق اللي مات مقتول. على حسب قولك جريمة. والمجرم مهرب من الدروج اللي لاحظناهم كي كنا جايين. في هذه الساعة لا. إذن ما هو رأيك؟ والقلق علاش؟ روح روح قول لهذوك زوج سادات يجيو. روح. مرأة
سادات نعود نستعرضوا تفاصيل الحادث من الأول. قلتونا الوقت اللي جينا لهنا باللي على 26 دقيقة سمعت الفتاة تصرخ. جيتوا تجريوا في الحين وجدتوا البنت المدير واقفة قدام جثة نتاع بابها. هكذا؟ صواب. طيب. على 6:30 عملتونا تليفون. إذا قبل اكتشاف الجثة حتى واحد منكم ما سمع طلقة نارية وصوت عراق في هذا المكتب؟ لا، ما سمعنا حتى شيء. يعني تكلم على نفسي. وانا كذلك ما سمعت حتى شيء. ومع هذا انسان مات مقتول بالرصاص. انا عارف ان المسدس من عيار ضعيف، ولكن انا اقول بلا شك سمعتوا شيء حاجه. لا، ما سمعنا حتى حاجه. ما تنساش يا سيدي بان في مكتب رئيسنا كاين اله كاتبه يستعملها هو بنفسه. نظن باللي منعتو عن سماع اي حاجه توقع في الخارج. معقول. ما انا قلت لي يا سيدي. مساء الخير سيدي. مساء حسب رأيك دكتور شحال عنده من المال؟ تقريبا ساعتين. ساعتين. الساعة الآن 7:20. جثة اكتشفوها على 26 دقيقة. مال الموت تكون وقعت جهة 24 دقيقة تقريبا. تقريبا. ولكن ما نقدر نجاوبك بتحقيق إلا بعد نهاية الفحص. إيه معلوم. على كل حال شكرا دكتور. الآن يقدروا ياخذوا الجثة. يلا يا سادات. تم الى اللقاء سيد المفتش. في امان الله دكتور. مع السلامة. كما كنت نقول لكم ولا لا حاجة أخرى، بات باللي في الغرفة هذه اللي مات فيها المرحوم نسيبك كان زوج مكاتب. المكتب الثاني كان هو المكتب الأنسة ليلى كاتبة الخاصة. كاتبة الخاصة. ولكن علاش قلت لك كان؟ نقدر نفهم من كلامك باللي بطلت تخدم هنا؟ المسألة سهلة سيدي المفتش. لا، ما بطلتش الخدمة، إنما أمرها المدير تكون معايا في المكتب نتاعي. ما بيد إيش؟ نقدر نعرف أسباب هذا التغيير؟ أحفظتي جاوبك أحسن مني يا سيدي. صح. قل لي يا سيدي. نعم سيدي مفتش. المدير على شحال دخل اليوم المكتب نتاعه؟ على 3 وكعاته. 3 وبين 3 و 26 دقيقة كاش من زاره في المكتب؟ نعم. بلا شك راك متذكر الناس اللي زاروه. معلوم. عندك الاول هو صحفي. كان المدير بنفسه استدعاه باش يسالوه على شؤون العمل. والثاني السيد. ايه السيد؟ الغاز علاش يا سيدي؟ السيد خالد. جاء باش يتكلم له على الآنسة كريمة. ايوه. شحال كانت ساعة؟ سي حفيظ جا جوايه 3:10.
أما سي خالد غير قول على الفلاتة ونص. يا هل طلبته معاه في المكتب؟ خذ راحتك يا سيد، تفضل. شكرا. الأول سي حفير قعد في المكتب تقريب 10 دقائق. وكذلك سي خالد ما بقاش بزاف. ولكن في زوج خرجوا وجههم تغير. من غير هاد الزوج زيارة ما عندك حتى شي حاجة مهمة تفيدنا بها؟ لا يا سيدي المفتش، غير إذا كاش شخص ثالث دخل المكتب المدير من الباب المختصة بالإدارة. أنا أثبت لديك الباب. سي حفيظ ماهوش موجود الآن؟ لا، كان نسيب المدير طردوا، ولي هذا سلاح المكتب نتاعه، وكنت أنا بنفسي حاضر المحادثة اللي وقعت بيناتهم. أيوة، احكي لنا عن المحادثة اللي جرت بيناتهم. شو نقول لك؟ الجو كان مكهرب بطبيعة الحال لما المدير مضى على طرده. أها، علاش طردوا؟ كان شوية ياكلوه فيه وسيرته ماشي محمودة. ما يخفاكمش الشركة نتاعنا تستكلف بالبيع والشراء أو الكراء نتاع المساكين. ايه، والغالب من المشتريه نتاعنا كلهم نساء. والسي حفيظ داز الحدود، ولهذا نسيب يعزم يطرد. واش كان رد الفعل نتاعو لما علم باللي طردو؟ في الاول بدا يحلل فيه واللي ما عنده حتى حرفه من غير هذه الى اخره الى اخره. لكن بعد ما نسيبي ما حب يستعرض بحتى شيء زعف حفيظ وقال له كي راك مصمم ما تخافش، انا راتك نادم على هذا التصميم. وشنو راك تتهدد عليا الان؟ ظن اش تحب. الاحسن تخلص دراهمك وسهل. هو خرج من المكتب باش يخلص دراهمه على ما اظن. ما هي علاقه المدير مع العمال من غير الواقعه ديال سي حفيظ؟ على كل حال حبيت تقول اذا المدير كان عنده عديان. انا حبيت ما نظنش كان عنده عديان، كان مليح مع الناس الكل، كان شويه قاسي لكنه صريح للنهايه. اما فيما يخص سي حفيظ نقول انا يستحل. مد لي عنوان داره من فضلك. 80 نهج رجال المطافي، نهج رجال الطابق الثالث. رقم 80. انا صحيح. لاني سيريرا علاش ماهيش موجود؟ انا اخذت عطلة مرض. شحال من يوم؟ 15 يوم يا سيدي. عنوانها من فضلك. تسكن 30 ناجي الفرسان. سؤال اخير، زوج بطاقات للسفر روما بالطائرة، اللي من هما؟ ما نكذبش عليك، اللي من هما قالوا لي شريهم على اسم الشركة كما هي العادة. من هو اللي أمرك باش تشريهم؟ المرحوم. قل لي هذا اللي ماشي صنعه. هذيك أشرطة سينمائية، الفقيد كان مولوع بالسينما. صح، قضيت البطاقات بعد نشوفها مع الشركة الجوية. هذا مكان الآن يا سادات. قالوا يقول لكم اللي بقوا على خير. أي حلا، يلا بينا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيدي.
شنو رايك في القضية؟ واش من قضية؟ قضية الانتحار. خو السرعة ما هيش مليحة يا سيدي. طيب يلا بينا. أنا شيء مهم من غير التحقق انا وان الموت وقعت على 4:30 كما كنت ضان المسدس ما يحمل الا بصمات ضحية. مليح مالا غدوة روح اسال الجيران اللي يسكنوا قبالة الشركة انا شاف شي شخص خرج من الشركة ما بين 4:00 و6:00.
سمحولي طولت عليكم وقيلة. ما فيها بس. حبينا فقط نخبروك بموت مدير الشركة. على بالي يا سيدي. وكيفاش علمت بموته من فضلك؟ قريت هذا في الجريدة. تدبس زيادة موته ما تهمنيش. وكيفاش هذا ما يهمكش؟ راكم بلا شك عالمين بكلش. البارح برك تظلم من الشركة. وهذا يدل أن علاقتي معه انعدموا تماما. وعلاش طردوك من الشركة؟ وعلى شيء ما في حتى فايدة. تقدر تقص علينا المحادثة اللي وقعت بيناتكم البارح العشية؟ تفضلوا ريحوا يا سلام. مالا يا سي حفيظ؟ ما زلت مصمم وما تحبش تستعرف غلطاتك. ايش من غلطات يا سيد المدير؟ رجعت حمل ثقيل على الشركة وما فيك حتى فايدة. وعندك مدة طويلة ما قمت بعملك كما ينبغي. وسيرتك مع المشترية ساقطة بزاف. مالا لازم تنطردك. ما عندكش الحق تظلمني بهالكيفية. كاش واحد يقدر يمنعني؟ اسمح لي يا سيدي. وإذا طردتني خممت على عائلتي. تخمم أنت على عائلتك قبل ما ترمي روحك في هذه المغامرات كلها. سيدي المدير، لله عليك ما تطردنيش. هذه هي المهنة الوحيدة اللي عندي. الكرامة عندها حدود يا ابني. من فضلك تخلص دراهمك ومع السلامة. هي المحادثة اللي وقعت يا سادات. هذا مكان. هذا مكان؟ نعم. من بعد رحت نخلص دراهمي. وما تهددش عليه؟ ما قلتلوش مثلا باللي راك تندم على هذا الفعل ولا كلمة كما من هذا النوع؟ نجعلو قلتلو هذا الكلام وتهددت عليه. كنت في حالة غضب. لكن مانيش ثابت قلتلو هذا الكلام. دائما في حالة الغضب باللي الانسان يقول ويفعل اشياء اللي يندم عليها طول حياته. قل لي تقدر تقول لي وش عملت بعد ما خلصت دراهمك وخرجت من الشركة حتى الساعة 6:30؟ انا عندي ما عملت. بعد ما خلصت دراهمي خرجت للزنقة مشيت شوية ومن بعد رحت لشط البحر باش الريح فكني ومفكر في المستقبل نتاعي. هذا مكان. يا ترى موجود انسان اللي شافك وينجم يثبت لنا اقوالك؟ لا ما تلاقيت بحتى واحد. هذه حجه ضعيفه ما تقنعناش. لكن ماهيش الغلطه مني يا سيدي اذا ما تلاقيت حتى واحد باش تطلع. اصبر ولكن تبعنا دار الشرطه من فضلك. ما تخافيش يا سيدتي رانا غير باش نكمل البحث. والان واش نعملوا؟ الان نروح عند الانسه كريمه بنت المدير نسالوها على الكاتبه الخاصه متاع باباها. وعلى حسابك تجاوباتها تكون مفيده. قصدي ما واش تم قصدي نوجد روحي قبل ما نروح نزور الكاتبه الخاصه. يلا بينا. مرحبا بكم. شكرا. نشوف اللي حالتك راي احسن من الخطر الاخرين. جلسوا.
لازمها الانسان يقابل الحياه كما هي بافراحها واحزانها. المفيد هو الحاضر. اذا بقينا نخمو غير على الماضي ما نقدروش نعيشو في المستقبل، واذا اهتمينا بزاف في المستقبل ما نقدروش نعيشو الحاضر. هذا فلسفي عميق. انسه كريمه، تقدر تقولي لي علاش المرحوم باباك انقل كاتبته الخاصه من مكتب المكتب؟ زوجة بابا هي اللي حكمت علي هذا الشيء. بعد ما سمعت بين بابا والكاتبه نتاعو كانت علاقات. اسمع بركه من سيرتك هذه، ناس الحمه كلها راهي تتكلم غير عليك وعلى احلام الكاتبه نتاعك. اما اسمع لي مليح، اما طردها اما راني اشتكي بها العداله، فهمت؟ يا مراه كي تعظمي في المساله بطل، عارفه ايش تلقي من فمك. صراني نعظم في المساله؟ ما رانيش نعظم، راني دافع على داري. معلوم هذه مساله خطيره. الهدوء من فضلك، نقدر نحلف لك اللي بيني وبين ديك البنت ما كاين الا الصداقه فقط. الصداقه هذا ما كان. وشفت انت يا كاتبه صديقه المدير؟ اسمع اسمع، ما رانيش نرضى في صبعي، وما تحبش تغندفني بكلامك. ماني نقول لك ونعاود لك، اما طردها اما راهي تصرك تضحك فيها. الله يبارك يا لالا، ما يكون الا خطر. بخير عليكم، نوضوا تعشى والطاولة راهي واجدة. نتعشى وحدي وتحت. ها هي القضية كلها يا سيدي. زوج باباك راهي هنا؟ نعم، راهي في بيتها. أثرب من بابا. يا هل ترى نقدروا نشوفوها؟ نعم صبروا لي نروح نشوفها. ما كلاش تشقي روحك، راني فهمت باش طلبوا منك هالسادات. قدم لك تعزيه الحارس سيدتي ونطلب منك سماح اللي هو هناك، لكن الواجب ديالنا اذا زعما علينا باش نلقيو عليك بعض الاسئله. اتفضل يا سيدي، راني نسمح لك. قولي لي سيدتي، يا هل ترى وقع خصام بينك وبين زوجك في شأن كتبته الخاصة على مسائل عاطفية؟ خصام كما هذا يوقع عند غالب العائلات يا سيدي. بعد هذا الخصام كنت انت ناجحة؟ وكيف لا؟ معلوم. كيفاش هذا معلوم؟ المرحوم زوجك ما طردش الكاتبة نتاعو الخاصة، وإنما نقلها من المكتب نتاعو إلى مكتب آخر فقط. قولي لي سيدتي، كنت عارفة اللي زوجك كان راح يسافر روما في 23 من هذا الشهر؟ أنا اللي كنت رايحة معه روما، أما فيما يخص تطريد الكاتبة عزمنا خليوها إحنا تخدم في الشركة حتى رأسها لجل فائدة الشركة. يا ترى تقدر تشرحي لنا كيفاش نقول؟ أدوزنا، متأسفة وقع دوزمة بين زوجي وانا حقيقة، ولكن حد ما ينجم يلزم عليا نفضح بتمام ماذا وقع. هذه مسألة خاصة عائلية. شكرا يا سيدي. نطلب منكم العفو يا سادات على تصرفاتها، ما زالت مأثرة. ماروش لازم تعتذر يا أنسة، رانا فاهمين السبب متاع القلق متاعها. شفت شحال الام ناس مليح؟ زيالي البنت خير منك. واش بك؟ تظهر مقلق. راني مفكر فقط. بعد التفكير تاع البنت. على كل حال تاع عينيك كانوا في جهه اخرى. ولكن ما تنحيليش من بالي باللي راهي بتغلب الحمد. اللي نعم راني متحقق، راني متحقق اللي راهي بالحمل.
ما تبانش شحال من مرات حتى مع على نفسها باش كرشها ما تظهرش. والجبة اللي كانت لابسه ها؟ حاجة راهي مدهشتني هي اللي دايما كنت فادر عليها. ولهذا قابلتنا بوجهها بشوش أكثر من يمها باش تغطي كلش. والآن ما العمل؟ الآن راني بديت نفهم علاش الشاوش باقي يتردد لما تكلمنا على الشيخ خالد. حقا رانا نسيناه هذا. أنا نقول بلا شك راه عالم كل هاد الحكاية. لكن وينك رايح؟ ضمن لي طريق الوكالة ماهيش منها. دخلت تغيير صغير على الخطة. أنت مصطفى تخلينا قدام المفوضية ومن بعد تروح تجيب لنا تصاور من مصنع الهوية. حاضر. ومن بعد ناخذ أنا سيارتي الخاصة ونروح للشركة. طيب. حبيت نقول زوج كلمات داك الشاوش. طيب. كما قلت لك يكون عالم كل هاد الحكاية. اسمح لي لكن عطلنا لكن لابد الجماعة سيد المفتش راه وصلنا لك تحت السيارة وقع. ولكن يا سيدي عندي عملي. دقيقتين ولا زوج وتعاود ترجع العمل. كنت حكيت لي على واحد اسمه سي خالد. شكون هو هذا؟ هو خطيب الأنسة كريمة يا سيدي. ومن بعد؟ كان جا يشوف باباها نظن يخطبها منه، ولكن بعد خروجه من المكتب كان ظهر على وجهه باللي الآب رفض الخطبة. عنوانه من فضلك؟ 36 نهش باستر. والأنسة ليلى هذيك دخلت واحد النهار باش نمد للمدير بعض القرارات باش يمضيهم، وجدتها عنده. أما لا قدرت نسمع. كمل كلامك سي، ما ترددش. المرحوم السيد وحيد هذا هو اسم المدير كان يتكلم مع الأنسة ليلى في موضوع هام فيما يخص زوجته. سمعيني مليح، راجع الوقت اللي لازم نعملوا حبل المعلاقات ديالنا. على خاطر زوجتي على بالها كلش ونخاف من الفضيحة وريحة من الطلاق. تطلب منك طلاق؟ هذا ما كنا متمنين هكذا نجمو نتزوجو. على بالي لكن بعد ما فكرت مليح شفت اللي بصيف علينا الفرق، والاحسن بطل الخدمه من هذه الشركه. وش راك تقول؟ ما تخافيش وجدت لك خدمه خير من هذه ونزيد نعاونك في نصيب من المال. وتفرى المساله على خير. وتفرى المسألة على خير. نسيت بلي عندك بالحارة 140 ساعة من وقتني بالزواج غير تصير فرصة باش طلق زوجتي. واش نوراك حاسب تسلك على خير؟ على كل حال عزمت أن الأمر يكون هكذا، ومن تاريخ اليوم راح المكتب تاع السي في ما بيت نعملو تاويل. يا هكذا
هاك تندم على فعلك ما تخافش. هذا واش سمعت وهذا واش نعرف. اما عنوانها تسكن 13 نهج رضاحه. ايوا شكرا صحة تقدر تنصرف. تفضل. ابقوا على خير. مالا تروح انت تشوف السكرتيره تاع المدير تستنطقها ولا لازم الحاج يبقى معاكم مع الاخرين؟ اما انا روح نشوف سي خالد. وعلى كل حال من بعد نتلاقاو في المكتب. طيب. سي مراد اش تحب تقصد بهذا السؤال؟ مش عارف اللي كانت علاقات صداقة العلاقات اللي كانت بيناتكم على حساب نظريتك انت، ولكن تقدر تقول لي علاش راح تزد باباه نهار موته؟ شي بسيط باش نخطب بنته فقط. كيفاش كان جوابه؟ سلبي، رفض تماما كيما عودت. على حساب ما فهمت من كلامك معليش هذه هي المرة الأولى اللي راح تخطفها منه. لا ماشي هذه هي المرة الأولى. المرة الأخيرة كانت البارح على الساعة 3. الساعة 3 ماشي على 3:30 ممكن. ما نقدرش نثبت على الوقت بالضبط. أيوة وش وقع لما راح تخطفها منه؟ السيد المدير نيتي صافية كي جيت نخطبك بيه، وهذا ما عندي أغلى في حياتي. تولي مراك حقا ملي، لكن مطلوب من فضلك تفهمني وتكون شافوك. الحياة شحال معمرة تمثيل. يكفي من فضلك اللي يقول أصلك أصل الله. إيش تقصد يا سيد المدير؟ قصدي هو هذا، راك حاسبني واحد من المشتارية ديالك اللي تزورهم باش تخدمهم. معلوم هذه صنعتك يا خالد يا بني، لكن طلب من فضلك فكر مليح وكون واقعي. كلامك يجرح يا سيدي المدير، لكن لاباس. نعلمك باللي نتزوج مع بنتك والو راك رفضت. المهم هو اللي بنتك وانا متراضيين. وعلى حسابك انت زيد. لا ما راهوش رأيي المفيد، راني أمامك. رأيك الحقيقي نعرفه يا بني. الفايدة ديالك تزوج بنت غنية اللي رايحة توظف بها، هذا ما كان. وعندك الزهر اللي طحت في بنت بريئة وصدقت كلامك. أنا نيتك رداتك عمى باش ما تفرقش ما بين الخير والشر. الحقيقة ما راكش حاب بنتك تكون سعيدة، راك حاب تمنحها من السعادة باش تخليها بايرة أمامك. ومع هذا راك عالم اللي راهي في سن الزواج. نشكرك على هذا الدرس النفساني اللي لقيت عليا. ومن فضلك تخرج حينا. وهكذا كان الأمر، خليته ومشيت. ايه ولوين راحت من بعد؟ عجيب، وعلاش ما خبرتنيش بهذا من قبل؟ اسمح لي اللي ما خبرتكش، كنت نظن بلي المسألة ما عندهاش أهمية. على كل حال بعد ما خبرته بالحقيقة خرجت وأنا متأمل نعود نرجع نشوفه من بعد ما يتهدم.
ولا ربما يغير رايه. وعاود ترجع تشفته مرة أخرى. لا تكذب. نعم تكذب وما تعرفش تكذب، لأن فهمك كيفاش عملت. بالفعل رجعت تشوفه في المكتب نتاعه، ولكن في هذه المرة دخلت من الباب الخاص اللي ماهيش مراقبة وحتى واحد ما شافك. كان عندك الأمل باش يرجع على كلامه ويرضى بالزواج نتاعكم، ولكن وجدته مصمم على الرفض. تكارب الجو بيناتكم، اتضاربتوا، وفي النهاية أنت تغلبت عليه وصعته. خليني نكمل كلامي. لما طاح مصروع في الأرض خديت المسدس وقتلته بكل برودة، وجاتك عندك فكرة جهنمية، عملت المسدس في الدشمن باش تجعلنا احنا نعتقدوا بأنه انتحر. يا سي خالد يتهيالي بأنك راك تقرا القصص البوليسية بزاف، وهذا النوع من المطالعة ماهوش مفيد، خصوصا لأصحاب العقول الضيقة. راك جزت الحدود يا سيدي المفتش. ما رانيش قادر. قادر تقتل ولا ماشي قادر، هذا الشيء ما يهمش. ايه تبدا علي من فضلك. نعم كلهم. يا مليح. يظهر كاش من جديد فيما يخص الكتيبة بتاع المدير. قلبت نفس الشيء اللي قالوا شوش. اما فيما يخص تهديدها يقول اللي عمرها ما تهدد على معلمها. القضية راهي تهيألي باللي كل واحد بدا ينسى التهديد بتاعه. أنا في هذه المشكلة راح تلف راسي، هذا يتهدد على الآخر، ومن بعد كل واحد ينكر الشيء اللي قاله في الماضي. الإنسان يتساءل إذا كان حتى إحنا بنفوسنا ما راناش غالطين. ما لازمش تخطى عليا ياسر، لابد أن نوجد الغلطة اللي غلطها المجرم. على كل حال عندنا المتهم رقم واحد وهو خالد، لكن ما عندنا حتى حجة ضده. عندك الحق، لكن أيا نحل المسألة، هذا الأشخاص كل واحد عنده قصد خاص باش يرتكب الجريمة. نقول جريمة لأني ما بقيتش نآمن بفكرة الانتحار. الاحتمال الأول الزوجة المهملة. اسمع، بركات من سيرتك هذه، ناس الحمى كلها تتكلم غير عليك وعلى أحلام الكاتبة تاعك. أما لا، أما طردها أما راني نشتكي بها العدالة. يتمكن قتل زوجها لأسباب أنا عارفينها، وهذا دافع يعني معقول. الاحتمال الثاني الانتقام. راكم بلا شك عالمين كلش، البارح برك طردني من الشركة، وهذا يدل أن علاقاتي معه انعدموا تماما. حفيظ لما أصبح مطرود من الشركة وظهر له على ما يظلم اللي كان مظلوم، يتمكن قتل معلمه باش ينتقم منه وينتقم للكرامة تاعه. لكن قل لي ونسيب. نسيب ما عندنا ملوم عليه. خبراء الشرطة بعد ما راجعوا حسابات الشركة وما وجدوا حتى شيء. والشوش كذلك كل شيء لاباس من جهته، ما عدا كونه يتصنف مربي بان فقط. أما الكاتبة هذيك راهي حيرتي بزاف، بسبب إن عندها قصدين في موت المدير. القصد الأول اللي معلمها لعب بيها وعدها يطلق زوجته باش يتزوج بيها وتصبح هي معلمة الشركة كلها، في عوض اللي تبقى مجرد موظفة بسيطة فقط. الثاني بعد هذا الأمل كله وجدت نفسها مطرودة. هي اللي كان من الممكن تحصل على وضعية متينة إذا اعتبرنا العروض العديدة اللي تلقتها. على حسب رأيي اللي لازم نشكو فيه هو خالد. مخلوع بزينه وصحته وكان طامع يتزوج بنت المعلم، لكن خاب أمله وخسر كل شيء. عندك الحق، خالد هو اللي عنده دوافع كثيرة باش يقتل المدير، إذا استثنينا بطبيعة الحال زوجته وبنته. استنتاج أخير، المدير أو الضحية لما وجد نفسه محاصر ومضغوط من كل جهة، الحل الوحيد اللي بان له هو الانتحار. أنا أذكري ساعات يخليني ننظر بالشمال، لكن الحل الوحيد. عاود اش قلت؟ هذا المثل عجبني بزاف. قلت ننظر بالشمال. بالشمال. راك اعطيتني فكرة هايلة. واش تقول لو كان نعاود نطلبوا من كل واحد من هاد الأشخاص يسجل لنا رأيه في ورقة في هاد القضية؟ طيب. لكن نقول لك بصراحة مانيش فاهم القصد نتاعك.
تفضل يا سادات. يا سادات، تراني جمعتكم هنا اليوم باش نخبركم وان القضية راهي انتهت. بكل شيء بدي نعلمكم وانا متأكد من الشيء اللي رانا نقول فيه، بالقضية اللي راهي شغلتنا هي عبارة عن جريمة قتل ماهيش انتحار كما حاول يظهرها لنا المجرم. ولكن قبل ما نعطيكم حل اللغز ونفهمكم في القضية، نطلب من كل واحد منكم يكتب لنا رأيه على ورقة. ولكن يا سيدي المفتش، عندي مدة ملي تركت سن المدرسة. المدرسة ما عندهاش سن يا سيد. تفضل اكتب من فضلك. طيب. من فضلك يا سيدتي اكتب، ما تعقدلناش الأمور. واش عليه كي راهو هذا الشيء لازم. تعرف تمضي اسمك؟ نعم نعرف نمضي. طيب تفضل امضي لنا اسمك. كما قلت لكم، رانا اهتدينا لحل هذا القضية، وهذا الحل راه موجود في هذه الأوراق اللي كتبتوهم انتوما الآن. باختصار نعلمكم باللي لما وصلنا لمكان الجريمة وجدنا الضحية حاكم المسدس بيده الشمال، وهذا هو اللي يتنافى مع الواقع والحقيقة، حيث عثرنا في نفس المكتب على مجموعة من الصور الظهر المرحوم يلعب كرة التنس. وهذا هو الشيء اللي لفت نظرنا فيما بعد، حيث تأكدنا من هذه الصور وأن المرحوم ما كانش شلي في سبب اللي كان يرد الكرة بيده اليمين. صحيح، كل هذه الأشياء تثبت لنا بأن الإنسان هذا كان يميني ليس شلي. بالعكس، المجرم هو اللي كان شلي، وبطبيعة الحال بعد ما قتل المدير وضع المسدس في يد الشمال بحكم العلف. يعني انت سي سليم سيب الضحية. ولا لا لا سي سليم، انت الوحيد من جماعة كلها اللي كتبت بيدك اليسرى. لكن ليش قام بهذه الجريمة؟ كان مليح مع زوجي. لا انا فاهم في السبب يا سليم. انتم يا سادات تقدر تتصرفوا وتروحوا لشغلكم، مش مع الاخرين الثانيه يقدروا يتصرفوا. على خير يا سيدي. السبب يا سيدتي هو الزوج بطاقات في السفر بالطائره الروما. زوجك المرحوم كان ناوي يهدي لك رحله بالطائره باش يرقع الغلطه.
سي سليم كان على باله بكلش، يعني نعتبر اللي رانا نطرح قدامك السر، كان عالم بالعلاقات العاطفية اللي كانت موجودة بين المرحوم وبين الكاتبة متاعه. لما شاف زوج بطاقات متاع السفر اعتقد وان نسيبه كان راح يسافر مع الانسة ليلى، خصوصا وان القاتل اعترف الان بنفسه باللي ما عرفش، ولهذا ما عرفش لمن الزوج بطاقات. ما رسخت هذه الفكرة في دماغه، قتل نسيبه باش ينتقم لأخته المخدوعة، يعني ليك. ما كان حتى فايدة في السكت. أعلم كلكم باللي فعلت هذا الشيء كامل الفايدة أختي كريمة وبنتها. كنت ناوي ندوم منهم سعادتهم فقط. لكن كان في إمكانك تستعمل وسائل أخرى باش ترد نسيبك للصواب. هذا الشيء ما يسمح لكش تاخذ حقك بيدك. وما يسمح لكش كذلك باش تقتل إنسان باش تمتن سعادة أختك وبنتها سي سليم. ما عندك أي حق تاخذ الحق متاع أختك بيدك. العدالة مجهولة لهذا الشيء. ولكن هذه واحدة من عواقب المحسوبيات وهي للأسف. يا سيدتي